السلام عليكم. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن وباء الكوليرا يهدد اليمن باحتمال خروجه عن السيطرة، حيث زادت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بمقدار أكثر من الضعف خلال الأسبوع الماضي. منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائية لها أعلنت ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى 32 ألف شخص، كما أعلنت ارتفاع عدد الوفيات إلى 332 حالة. ثلث حالات الإصابة تقريبا تتركز في العاصمة صنعاء بأعداد تصل إلى 9000 حالة، وتواجه العاصمة أزمة حادة في الطاقة الاستيعابية لاستقبال المصابين بوباء الكوليرا، حيث قالت المصادر لقناة بلقيس إن كثيرا من المصابين يتلقون العلاج في ممرات المستشفيات وساحاتها، وبعضهم يتلقون العلاج فوق سياراتهم. جهود سلطات صنعاء والحكومة الشرعية إزاء الكوليرا لا زالت أبطأ بكثير من سرعة انتشاره، إذ يحصد المرض يوميا عشرات المواطنين، فيما لا تزال جهود الإنقاذ ضعيفة حتى في ظل انضمام جهود المنظمات الدولية. مشاهدينا الكرام، حول جهود الحكومة الشرعية وسلطات الانقلاب والمنظمات الدولية في احتواء أزمة الكوليرا في اليمن ستكون حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يدور عداد الوفيات والمصابين بسرعة فائقة، يتحرك كل دقيقة راصدا ضحايا إضافيين لوباء الكوليرا في اليمن. آخر أرقام منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 332 شخصا، فيما وصل عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى 32 ألف حالة. مواطنون في صنعاء قالوا لقناة بلقيس إنه عند إصابتهم بالوباء توجهوا إلى مستشفيات الجمهور والثورة وغيرها من مستشفيات العاصمة، غير أنها رفضت استقبالهم فذهبوا نحو مخيمات المنظمات الدولية، فاعتذروا لهم بسبب عدم وجود أسرة كافية لاستقبال مصابين جدد. وضع كارثي يواجه المصابين بالوباء في صنعاء الذي تحوي أكثر من 9000 حالة إصابة مرشحة للزيادة، ورغم إعلان سلطات الانقلاب صنعاء مدينة منكوبة، إلا أن متابعين قالوا إن السلطات لم تقدم أي استعدادات خاصة لمواجهة الكوليرا رغم الكم الهائل من الوفيات والمصابين. منظمة الصحة العالمية أعلنت اعتزامها إرسال فريق الطوارئ على وجه السرعة إلى اليمن للسيطرة على وباء الكوليرا. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها لدعم اليمن لمحاصرة الوباء وتدارك الوضع الإنساني والصحي الذي يشهد تدهورا كبيرا. مدير مكتب الصحة في الجوف مياز اليوسفي أكد لقناة بلقيس ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 3 حالات وإصابة العشرات، بينما ناشد مكتب الصحة في مديرية الرونة بمحافظة تعز الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية سرعة احتواء الوباء، إذ وصل عدد الوفيات إلى 10 حالات، فيما وصل عدد المصابين إلى 750 حالة. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة من ألمانيا مع رئيس منظمة صوت الثقافة سماح الشرغدري. مرحبا بك أستاذة سماح. أهلا وسهلا. بداية، نشرت على صفحتك معلومات عن منع الحوثيين بعض المستشفيات من استقبال بعض حالات الكوليرا، ضعينا بتفاصيل حول ذلك. هناك صديق عزيز أصيبت زوجته بمرض الكوليرا، وذهب بها إلى أكثر من مستشفى خاص، طبعا جميع المستشفيات الخاصة رفضت رفض بات أن تستقبل أي حالة من أمراض الكوليرا خوفا من العدوى والإساءة لسمعة المستشفى. مستشفى الجمهوري تم أغلاقه، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي كان يستقبل المواطنين بشكل مجاني تقريبا، يعني إلى حد ما تم أغلاق الاستقبال جرحى الحوثيين ومنع المواطنين من العلاج للوباء في مستشفى الجمهوري. مستشفى الثورة تم نشر تعميم من وزارة الصحة المسيطرين عليها الحوثيين في صنعاء بعدم استقبال أي حالة من الحالات المصابة بالكوليرا، فقط مستشفى السبعين البوابة الخلفية وليس المبنى يستقبل الأطفال فقط. بقية المراكز والمخيمات الموجودة في بعض المناطق في العاصمة يتبلغ عددها 10 مخيمات، يعني
بعضها من شدة الازدحام الناس أصبحوا يعني يأخذوا المغذيات في السيارة في الشوارع. نعم. والمريض بحاجة إلى أن يذهب إلى الحمام أكثر من مرة، لأنه الكوليرا نعرف يعني مضاعفاتها، إسهال وتقيؤ. إذن كيف يجلس المريض 7 إلى 8 ساعات في السيارة ليأخذ المغذية؟ نعم. لأنه يعني المساحة غير كافية لاستقبال الأمراض الموجودين في نعم. في العاصمة. طيب، الإحصائية الأخيرة سماح المتواجدة لديكم حول عدد الوفيات وعدد المصابين في صنعاء على وجه التحديد واليمن بشكل عام؟ بشكل عام مش في صنعاء يعني على وجه التحديد، يعني الحالة وصلت تقريبا إلى 35,400 وشوية، يعني هذا يعني إجمالي ما وصل إلى المستشفيات من 16 محافظة، من أصل 22 محافظة الآن مصابة أو تفشى فيها وباء الكوليرا. عدد الوفيات تقريبا 335 حالة وفاة. هذه الإحصائيات ليست نهائية، لأنه ليس كل الناس يستطيع الوصول إلى مراكز العلاج وتسجيل الحالات المصابة بالمرض في هذه المراكز. هناك ناس في الأرياف، هناك ناس يعني فقراء ولا يستطيعوا التنقل من مكان إلى مكان لكي نعم. يعني ينقلوا يعني المصابين بهذا المرض نعم. للمستشفى أو للمخيمات الصحية. أمام هذه المعاناة، كيف يمكن التخفيف على المواطنين المصابين بهذا الوباء في ظل كما ذكرتي عدم اكتراث الميليشيا بتوفير اللازم للمصابين، وربما غياب شبه كامل للمنظمات العاملة بهذا الجانب؟ الحقيقة أنه يجب على سلطة الانقلاب داخل صنعاء أن يعني تتعامل بإنسانية وبمسؤولية، رغم أنه للأسف الشديد إلى حد الآن منذ أن انقلبت على الدولة والجمهورية لم نرى منها أي جانب إنساني، ولكن يجب أن تحفظ قليلا من ماء وجهها، ويعني يجب أن تقوم بالسماح للمنظمات العالمية والمنظمات الإنسانية بإيصال جرعات المحاليل وعدم المتاجرة بها في بعض الأحيان وبيعها للمواطن بالمال، لأنه أيضا منظمات الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية يعني المحاليل الموجودة داخل الميدان مقارنة بالضجة الإعلامية التي تقوم بها بأنها أوصلت العديد من المحاليل وأنها تقوم بمساعدة الناس وأنها تساعد على يعني عدم انتشار أو تفشي نعم. مرض الكوليرا، قليل جدا يعني قليل جدا نعم. مقارنة بالحالات يعني المرعبة والمفزعة التي أصبحت يعني تتكاثر في الآونة الأخيرة. أنت طيب. يعني من شهر مارس إلى الآن من نهاية مايو 30,000 حالة، يعني طيب نسمع، اسمحي لي نعم ألف حالة. نعم، اسمحي لي أن أشارك معنا في الحديث من صنعاء الدكتور ناصر العرجلي وكيل وزارة الصحة التابعة للحوثيين. مساء الخير دكتور ناصر. النور العافية، مرحبا، أهلا بك دكتور ناصر. أعلنتم صنعاء بأنها مدينة منكوبة بسبب الكوليرا، ما الذي عملتموه من أجل مكافحة هذا الوباء؟ أولا نشكر قناة بلقيس أني تواصلت بوزارة الصحة ووزارة كل اليمنيين، لسه ما تقول لك وزارة الحوثي هي وزارة كل الشعب اليمني، وأنتم أبناء الشعب اليمني وأنتم أخوتنا. الشعب اليمني ظل يرتك تحت حصار وعدوان، وذلك وكذلك ما زاد الطين بله انتشار الأوبية، الكارثة التي اجتاحت أغلب محافظات الجمهورية نعم. حوالي 19 محافظة، والتي وصل عدد المصابين إلى 32,319 مصاب الذي توفت على المستشفيات، منها 332. دوركم دكتور ناصر، دوركم في وزارة الصحة، ما الذي قدمتموه للمصابين ومكافحة هذا الوباء؟ سيدي الكريم، نحن دورنا في وزارة الصحة فتحنا عدة مراكز عزل لاستقبال تلك الحالة المصابين، لكن ليس بالإمكانيات بحسب الإمكانيات المتاحة، لكن العدد هناك فوق كبير، زاد عن الإمكانيات التي نمتلكها، لأننا لا نمتلك شيء، عندنا شحد الموارد، عندنا انعدام في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار ومنعها دخولها إلى اليمن، عندنا يعني أغلب المستشفيات بعد يعني تغلق وانهيار تام في المنظومة الصحية، وكذلك معاناة شديدة أمراض الكلى والسرطان والأمراض المزمنة
بشكل عام تتوفى هناك المئات من المرضى الذين لم يقدروا يحصل على الدواء الخاص بهم. نعم دكتور ناصر، ولكن نعم دكتور ناصر سمح عدة مستشفيات وعدة مراكز استقبال تلك الحالات، ولكن ليش بحسب الكارثة التي تحل بنا ولا قدر ولا عندنا إمكانية أن نتفوق على تلك الجائحة التي أدت إلى هذه الإصابات الكبيرة في الشعب اليمني. نعم، هذه المخيمات والمراكز التي تتحدث عنها دكتور ناصر، تقول سماح الشغدري وهي رئيسة منظمة صوت الثقافة بأنكم في وزارة الصحة التابعة للحوثيين أصدرتم تعميم بعدم استقبال هذه الحالات المصابة، وعلى وجه التحديد مثلا مستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة، ولم يبقى سوى مستشفى السبعين لاستقبال هذه الحالات. لا يا سيدي الكريم، هذا غير صحيح. عندنا يا سيدي الكريم استقبال مستشفى الجمهوري، مستشفى السبعين، الآن بكره سوف يفتتح مركز كبير يسع 60 سرير في مستشفى الكويت، مستشفى مركز عبد المغني يحتوي على 80 سرير افتتحنا الجديد، مستشفى 22 مايو، مستشفى مركز آزال افتتحنا مركز جديد لاستقبال تلك الحالات، مراكز عدة في أكثر من 10 مراكز في أمانة العاصمة التي تم فتحها، وهناك في عدة المحافظات من 2 إلى 3 مراكز. ليش هذا الكلام صحيح؟ نحن نستقبل في كل المستشفيات بقدر الساعة وبقدر الإمكانيات. نعم طيب دكتور ناصر اسمح لي أن نسمع وجهة نظر السماح الشغدري رئيس منظمة صوت الثقافة التي قالت بأنكم عممتم على جميع المستشفيات بعدم استقبال الحالات. أستاذة سماح الكلمة لك، كيف تردين على الدكتور ناصر يكذب يعني ما تقولي؟ من المعيب والمضحك أن يعني يظهر شخص يدعي أنه مسؤول ويكذب على 25 مليون أن مستشفى الجمهوري يستقبل حالات، مستشفى الجمهوري أغلق للجرحى، مستشفى الثورة تم نشر تعميم من وزارة الصحة بعدم استقبال أي مريض، المراكز التي يتحدث ويتشدق بها أنها تم افتتاحها، هذه مراكز افتتحتها منظمة الصحة العالمية وليس الحوثيين، منظمة الصحة العالمية واليونيسف هي من فتحت هذه المراكز والمخيمات البسيطة، والتي رغم هذه المحاولات يعني البسيطة من منظمة الصحة العالمية إلا أنها أيضا لا تكفي المواطنين. نعم نعم دكتور ناصر. نعم نعم أخي الكريم، شكرا للأستاذ السماح، لكن بهذا الخطاب حقها الذي لا يليق بها كدكتور، ولكن نحن والمنظمات الدولية شراكة في العمل الصحي، ولا يوجد لدينا كما ذكرنا لك أي موارد، وعندنا شهادات في الموارد كلها عدم بسبب اغلاق. بعيدا عن الموارد دكتور ناصر، بعيدا عن الموارد، هي تقول بانكم تركتم مستشفى الجمهوري والثوره لاستقبال لا جرحى الميليشيا في من الحرب، وتركتم الحالات المصابه. مستشفى الجمهوري حوالي 165 مريض استقبل في اليوم الاول والثاني، والى يومنا هذا مستقبل الجمهوري يعني الطوارئ خاصه يعني مراكز الدور الثاني والاول خاصه بالامراض الكوليرا، وهناك عدة مراكز التي فتحناها بالشرف بدعم من المنظمات الدولية أو بفاعلين الخير ومن وزارة الصحة، وهناك سوف يفتتح بكرة مراكز تلو المراكز، وبإذن الله سوف ننتصر على العدوان وعلى الوباء الذي غزا اليمن بأيادي خبيثة وهو العدوان. طيب دكتور ناصر، دكتور ناصر خلينا نتحدث عن الجانب الإنساني، ربما يستفيد من يعني المصابين والتخفيف من انتشار هذا الوباء. البعض يتهم السلطات الحوثيين في صنعاء بأنها تقوم بمصادرة كل ما يصل من دعم لهذه المنظمات لمكافحة الأمراض وأيضا مواد غذائية وطبية تصل للمواطنين. سيدي الكريم، أنا أطلب من سيادتكم أن تطلبوا حال السلطات القيادة السياسية مثلا المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني مع يعني مقابلة مع مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونسف أو المنظمة الدولية العاملة في اليمن، المنظمة هي تدعم مباشرة عبر المراكز وعبر المريض فقط التنسيق مع وزارة الصحة، ونجري نقدم لها كل التسهيلات وندلل لها كل الصعاب يعني في كافة مهامها، والأدوية يعني نسمح لها بالذهاب إلى كافة محافظات الجمهورية سواء عبر خطة توزيع من المنظمات وبالشراكة مع وزارة الصحة أو مباشرة عبر المنظمات
فقط التنسيق مع وزارة الصحة. نعم، طيب دكتور ناصر، السؤال الأخير، أنتم الآن في سلطات الانقلاب في صنعاء، تحملتم مسؤولية الدولة ومسؤولية هؤلاء الناس الذين لا زالوا في المحافظات التي تخضع لسيطرتكم، الواجب الإنساني والأخلاقي أمام هؤلاء المصابين يوميا، ما الذي قدمتموه لهم؟ ما هو الدور الذي ممكن يعني تلعبوا من أجل التخفيف من معاناتهم؟ القمامة في كل الشوارع التي سببت الأمراض. نحن الشعب اليمني انتخب سلطة سياسية ممثلة بالمجلس السياسي العربي بفخامة الرئيس صلاح الصمد والرئيس الحكومة الانقاذ الوطني. المواطن يبحث عن من يا دكتور ناصر، دكتور يعني ناصر حتى لا يتشعب في الموضوع. قامت تلك الحكومة، شوف قامت تلك الحكومة بالتعاون وجنبا إلى جنب مع وزارة الصحة لإزعاف وإنقاذ ضحايا العدوان الذي راح ضحيته أكثر من 40 جريح أو 50 ألف جريح من بدء العدوان إلى يومنا هذا. نحن موضوعنا الكوليرا دكتور ناصر، حتى لا تشعب الموضوع، موضوعنا الكوليرا، ما الذي قدمتموه لمرضى الكوليرا الذين يموتون كل يوم في شوارع صنعاء؟ نعم، و413 من جهة صحية، سيارات الإزعاف، نحن نعمل بما وسعنا رغم انعدام الموارد ورغم انعدام البنك ورغم الأمراض التي يعني تعاني منها محافظات أخوتنا في المناطق الجنوبية، محافظة عدن، محافظة شبوة، محافظة البيضاء، كل المحافظات التي ترزح تحت الاحتلال السعودي الأمريكي، لكننا نقدم لهم كل المساعدات وكل الأطباء الكافية. الناس يموتون دكتور ناصر، دكتور ناصر، دكتور ناصر، الناس يتحدثون عن الحقائق. ما هو حاصل الآن في صنعاء؟ الناس تموت في الشوارع وفي ساحة المستشفيات ولا حتى يوفر لها أدنى الاحتياجات الأولية. كل الضحايا الصيدلة وانا جبت له كل الضحايا تضاف الى جرائم العدوان السعودي الامريكي، كون غزا ابار المياه وغزا بهذا الوباء القذر، يعني لن يقدر ان ينتصر علينا في الجبهات ويريد ان يخضعنا بالامراض وبتلك الاوبئة، لكن باذن الله. دكتور ناصر، دكتور ناصر كلمه اخيره بس، دكتور ناصر كلمه اخيره، ننتصر حتى الركن اليمني في الايام القادمه. كلمه اخيره دكتور ناصر، انت دكتور في وزاره الصحه، هل من المعقول والمنطقي أن يصدقك المستمع الآن والمشاهد بأن وباء الكوليرا تم إرساله عن طريق السعودية أو عن طريق الأمريكان بالطيران؟ الحقائق والاكتشاف وبالتحقيقات مع شراكة مع كل السلطات تم التحقيق في ذلك، واتضع لنا بأن الوباء غزو من قبل العدوان السعودي الأمريكي للتخلص من الشعب اليمني الصامت والصابر الذي ظل يتصدى للعدوان خلال عامين ونصف، وهو في أقل شحة الإمكانيات وتدمرت كل البنية التحتية والاقتصادية، ولكن بفضل الله يعني اليوم نحن صامتين وصامتون وسوف ننتصر حتى آخر لحظة. الدكتور ناصر العرجلي وكيل وزارة الصحة التابعة للإنقلابيين في صنعاء، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي، مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. إذن ربما أمام عدم اكتراث سلطات الإنقلاب في صنعاء للحالات المصابة بالكوليرا وازدياد أعداد الحالات يوما وراء آخر، ما يقارب الآن 30,000 في اليمن، في صنعاء ما يقارب 9,000 حالة، المنظمات الآن الدولية والمهتمة بهذا الجانب، أنتم كيونيسف ما الذي تقدموه للناس للحد من هذا الوباء أو على الأقل للتخفيف وتقديم اللازم لهم؟ حقيقة الوباء يتفشى بشكل سريع وبشكل يفوق تصوراتنا وتوقعاتنا، لكن الجهود التي تجري حاليا من قبل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى دولية ومحلية وأيضا السلطات الصحية في مختلف المحافظات التي شهدت الوباء، جهود كبيرة وجهود متواصلة ومستمرة على مدار الساعة. في منظمة اليونيسف نحن نعمل بمسارين، في مسار دعم العلاجات قدمنا أكثر من 14 طن من العلاجات في الأسبوع الأول من تفشي الوباء في المرافق الصحية المختلفة في صنعاء ومحافظة صنعاء وعمران وحجة، ومؤخرا قدمنا في أبين والضالع وفي عدن أيضا. أيضا ندعم مراكز معالجة الإسهالات الحادة في صنعاء بتوفير الأثاث، بتوفير النفقات التشغيلية ومستلزمات النظافة، وأيضا أجور العاملين لأنهم بلا أجور حتى اللحظة. في هذا في الجانب العلاجي. أما في الجانب الوقائي فاليونيسف تقود مجموعة المياه والنظافة والإصلاح البيئي، لدينا فريق ميداني كبير جدا من المتطوعين الذين يعملون مع وحدة أو بالتنسيق مع وحدة طوارئ المياه
التابعة لمؤسسة مياه الريف في عملية تعقيم وتنقية مصادر المياه الآبار المختلفة، الخزانات، خزانات المنازل، واستبدال أواني حفظ المياه حتى في المنازل في الأحياء التي شهدت انتشارا كبيرا للوباء. أيضا حتى اللحظة استطعنا تعقيم أكثر من 12,000 وايت مع هذه ناقلات المياه التي تنقل من الآبار للمنازل، بحيث نضمن أن المياه التي توصل للمواطنين وتصل للمطاعم والبوفيات والمرافق المختلفة مياه محكمة ومعالجة بالكلور. أيضا دعمنا محطة معالجة الصرف الصحي في صنعاء التي عارض الشغل وتشتغل الآن لتنقية المياه، وبالتالي مسألة وصول مياه معالجة من مياه الصرف الصحي للمزارع والمناطق في مديرية بني الحارث شمال المدينة، بحيث كل الخضار والمزروعات التي تصل إلى العاصمة تكون على قدر عالي من الصحة. طيب الأقل من التلوث البيئي الناتج عن المياه الصرف الصحي. أستاذ محمد، مقدار التجاوب من المنظمات العالمية المعنية بالشأن الإنساني والإغاثي أمام الكارثة الآن الحاصلة في اليمن، هل هناك يعني تجاوب مع مطالبكم مع دعواتكم من اليمن بمكافحة هذا الوباء بتقديم اللازم، أم هناك ضعف لا يتواءم مع حجم الكارثة المتواجدة الآن في صنعاء وفي اليمن بشكل عام؟ دعنا أقول أن لدينا كارثة إنسانية ووضع إنساني صعب ومعقد في البلاد، هناك احتياجات مختلفة على مختلف القطاعات. في المنظمات العاملة في اليمن هناك أكثر من 100 منظمة دولية ومحلية بما فيها وكالات الأمم المتحدة المختلفة، هذه المنظمات 100 ويزيد تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتعمل في مجالات مختلفة. المنظمات العاملة في قطاع الصحة والمنظمات العاملة في قطاع المياه والإصلاح البيئي هي منظمات محدودة بالعدد، وبالتالي تحاول أن تستجيب واستنفرت كل جهودها وموردها، حتى أن كثير من الخطط والبرامج أعيدت برمجتها وبرمجة التمويل التي قد حصلت عليه من قبل للاستجابة لطوارئ الكوليرا. مجموعة الكوليرا ومجموعة طوارئ الكوليرا طالبت بمقداره 66 مليون دولار تقريبا هي الاستجابة لحالة الطوارئ التي الموجة الأولى في العام الماضي والموجة الحالية. من هذا المبلغ من 66 مليون دولار لمواجهة مسألة الكوليرا وحماية المياه وتنقية المياه وتنقية الآبار والإمدادات الصحية ومعالجة الشبكات إلى آخره، لم تحصل هذه الخطة إلا على ما يقارب من 10 مليون دولار. ولك أن تقدر يعني أن نحصل على سدس ما تم طلبه أو أقل، بمعنى أنه الاستجابة الاحتياج أكثر بكثير من التمويل. طيب أستاذ محمد تكرم البقاء معي وأعود لي الأخت سماح الشغدري. أخت سماح عدنا لك مجددا، أنتم في منظمتكم أيضا ما مقدار تجاوب المنظمات الدولية العاملة في هذا الحق مع الوضع الإنساني والحالة الصعبة التي تطال اليمنيين في مرض الكوليرا، وما الذي قدمتمه أنتم لهم؟ إحنا منظمتنا هي منظمة ثقافية ويعني الاشتغال على الجانب الإغاثي والإنساني يعني ليس مدعوم من منظمات، لكن بشكل فردي نحاول أن نقدم شيء من التواصل بالجهات إذا ما يعني عرفنا بأي يعني مشكلة. حتى كجانب توعوي أستاذة سماح، حتى كجانب توعوي مثلا نقوم بجانب توعوي، ولكن يعني الفئات التي تصل لها، لأنه الدعم ذاتي لا يوجد دعم كي نستطيع أن يعني يصل صوتنا إلى أكبر قدر ممكن من الناس عن طريق الفلاشات، عن طريق البوسترات، عن طريق يعني الرسومات البصرية وما إلى ذلك من الأشياء التي ممكن أن تصل للمواطن. الجانب توعوي أن تقوم بعمل جلسة صغيرة تصل إلى 10 أو 15 أو 20 شخص، هذا لا يكفي تماما. المنظمات الدولية يجب أن لا تتعامل مع القضية اليمنية بشكل هامشي وبشكل بدوني، يجب أن يعني تنظر إلى هذه الكارثة الإنسانية بعين الاعتبار وبعين المسؤولية وعدم المتاجرة بأرواح الناس. الشعب اليمني منهك ومنهار تماما، و يعني لكن كما سمعتي أستاذة سماح، كما سمعتي وكيل وزارة الصحة التابعة للحوثيين يقول بأن الكوليرا تم يعني جاء بها الطيران السعودي الأمريكي لإصابة اليمنيين، عملوا اكتشاف في معمل واكتشفوا أنها غزو وقال أنها غزو. فبصراحة أنا ما أقدرش أرد على إلا الحماقة أعيت من تداويها بصراحة يعني.
ما قدرش ارد على يعني سخف وحمق زي اللي بيقولها الناس بتموت وهو يبرر يعني تبرير يعني غبي زي هذا. من العيب انه يعني يسمي نفسه مسؤول ويتحدث بهذا الشكل الغبي زي قطرنوهم ايام الامام هي نفسها يعني. أشكرك. لكن نعم. أرجو لو سمحت أنه نعم. الكلمة للأخ محمد الأسعدي وهو يعني للأمانة حين تواصلت معه يعني في فترة من الفترات كان متعاون كثير ومتجاوب، لكن أنا أريد أن أقول أن مسألة يعني ما يقومون به يجب أن يكون يعني أكثر فعالية، يجب أن يكون هناك توعية للمواطن كيف يحمي نفسه من وباء الكوليرا. يعني في مواطنين كثير فكرة أنه مثلا يأكل شيء مفتوح، الماء يجب أن يغلى، يجب أن يعمل له كلور، هذا الأشياء يجب أن يتعاملوا مع سلطة الأمر الواقع، سلطة الإنقلابيين، وبدل البرامج التي تحشد وتحرض ويعني وتقوم بخطابات جوفاء يعملوا توعية للناس كيف يحافظوا على ما يمكن المحافظة عليه من حياة وصحة الناس الباقين في المحافظات وفي العاصمة، في غلي الماء، عمل الكلور، عمل الليمون للمجاري. نعم. هذه الأشياء يعني ربما هناك جهود كبيرة أستاذة سماح، جهود كبيرة، ونحن أيضا في قناة بلقيس هناك يعني فلاشات توعوية دائما وباستمرار تظهر على الشاشة لتوعية الناس. شكرا جزيلا لك يا أستاذة سماح الشغدري، كنت معنا من ألمانيا. وأعود إلى صنعاء مع المتحدث باسم اليونيسف الأستاذ محمد الأسعدي. أستاذ محمد، إن كان لك تعليق على ما قالته الأستاذة سماح تفضل. بالتأكيد مسألة التوعية مهمة جدا لمعالجة ومواجهة الأوبئة بشكل عام ومواجهة السلوكيات الخاطئة والممارسات الخاطئة التي ممكن تؤدي إلى الوفاة. في اليونيسف لدينا حملة منظمة وكبيرة جدا، وصلنا لأكثر من نصف مليون قبل أسبوع من المواطنين، سواء عن طريق الجلسات المباشرة، عن طريق تحفيز المساجد، تحفيز وسائل الإعلام، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام وسائل الواتساب. لدينا مشروع ربما مبتكر يسمى شجرة الواتساب. هذه الشجرات عبارة عن مجموعة متطوعين، أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة في مختلف المحافظات، نوصل لهم الرسائل، وبالتالي هؤلاء ينقلوها، تنتقل من محافظة إلى محافظة والمديرية على مستوى المديريات القرى، ويقوم المثقفين، يسمى المثقفين المجتمعيين، بتثقيف الأهالي. ولكن يا عزيزي، إذا رفعت الوعي وبدون امتلاك الأدوات، إذا كان الناس بلا رواتب حتى اللحظة منذ 7 أشهر، إذا كان الناس بلا دخل بلا مدخول، كيف تقول له استخدم النظافة وأنت لا توفر له أدوات النظافة ومتلزماتها؟ كيف تقول له استخدام المياه النظيف والكلور وأنت لا تستطيع أن توفر الكلور والماء النظيف لكل مواطن في اليمن؟ أكثر من 14 مليون و400 ألف مواطن في عموم البلاد محتاجين إلى خدمات المياه مستمرة وخدمات محسنة وخدمات صعبية. أنت تتكلم عن منظومة بلد تحتاج إلى معالجات كاملة، لكن نعم. توعية مهمة. طيب أستاذ محمد، نعم أستاذ محمد، حتى أستغل ما تبقى من الوقت، نعم أستاذ محمد، حتى نستغل ما تبقى من الوقت في نهاية هذه الحلقة، وصول الآن المبعوث الأممي، هل باعتقادك هناك جهود تبذل من أجل أن يتم الحد من هذا الوباء الذي ينتشر بشكل كبير، وجهود للأمم المتحدة بهذا الصدد؟ بالتأكيد هذا الذي نقومه هو جهود مستمرة، بحيث نستطيع أن نعمل بمسارين، مسألة مواجهة الوباء القائم ومسألة الحد ومعالجة أسبابه، بحيث نستطيع أن إلى أي مقدار نجحتم في ذلك؟ إلى أي مقدار نجحتم في ذلك؟ أوكي أستاذ محمد، إلى أي مقدار نجحتم في ذلك؟ لا هل تسمعني؟ نعم أسمعك الآن. إلى أي مقدار نجحتم في الحد من المرض وتوفير اللازم وحصر المرض من الانتشار بشكل أوسع؟ كما أشرت أنه مسألة معالجة المياه، معالجة مصادر المياه، توفير الكلور في الأحياء والمناطق المتضررة، توجيه الناس وتثقيفهم وتوعيتهم بالمخاطر، بمعالجة الأسباب، بتوخي الحذر، بكيفية التعامل مع الشخص المصاب، كل هذه الإجراءات وأدلة نطبقها ونكرر نشرها من الوقت الآخر في وسائلنا المختلفة. هذه مسألة التوعية ومسألة توفير المياه المعقمة والمحسنة هي واحدة من أدوات الوقاية، نعم، ولكن تحتاج إلى استمرارية وديمومة. هذا نعم أستاذ محمد، انتهى الوقت أستاذ محمد، انتهى الوقت، ربما هذه النقاط ذكرتها، لكن كلمة أخيرة، هل نستطيع القول الآن نقول بأن
حققتم نجاح كبير لاحتواء هذا المرض وحصره وعدم انتشاره وتطمين المواطنين بان الجهود التي تبذل ستقف حاجز يعني امام عدم انتشاره بصوره اوسع. لا استطيع ان اجزم انه تم محاصره الوباء وما زالت الحالات متكرره ومستمره. نحن نعمل بلا توقف، نعمل على مدار الساعه، نحتاج الى تمويل، نحتاج الى مزيد من الامدادات الطبيه، مزيد من الامدادات الصحيه سواء كانت متعلقه بمحاليل معالجه مياه المجاري والسقف الصحي او نعم. مساله دعم صندوق النظافه بحيث يتم تخليص المدن والشوارع المختلفه من المخلفات الصلبه. بحاجه الى امكانيات كبيره ومهوله بحيث نستطيع ان نتجاوز هذه المشكله، لكننا مضمون نعمل باستمرار. نعم. عدنا برمجه كثير من شكرا لك استاذ احمد مصادر التمويل بحيث نستجيب لهذه الطوارئ. نعم. نتمنى من الله ان يساعدنا جميعا بحيث نتغلب على هذا الوباء ونحد ونوقفه وان نعمل. شكرا لك، انتهى الوقت. اسمح لي ومعذره على المقاطعه الاستاذ محمد الاسعدي المتحدث باسم اليونيسف في صنعاء، وايضا الشكر ايضا لوكيل وزاره الصحه التابعه للانقلابيين في صنعاء الدكتور ناصر العرجلي، وكذلك الشكر لرئيس منظمه صوت الثقافه سماح الشغدري، والشكر موصول لكم على حسن المتابعه. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل اسامه القطيبي، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمه الله.